الله يا ربي. هذه ثلاثة سوايا ما جاش عندي الطبيب. أم وين تهم؟ الله يا ربي الله. هذه ثلاثة سوايا ما جاش عندي لا فرمري. هذه يا طبيبي. واش دير انا تماني؟ واش تقعد من البيض راه ماشي ديالك؟ راه تهضر معاك شنو دكتور؟ اش قلتي؟ شنو دكتور؟ هذا ماشي البيض ديالك؟ ديال من؟ ها؟ هذا ديال نطلق من هنا الدريال عندي شباب ما عندي صحاب ما عندي ناس كليين الله يخرجني خوتي. نتلاوح الزنقة. نتلاوح. اللي عنده الرميد. عنده التمرميد. قالك ناض. قالك ناض. ما عتفلين عن ناض. قالك ناض راه. لا يناسب بلاصتك راه مخلص 30,000. انت عندك الرميد اخوت. الله. الله. الله يعطينا شي موتة مستورة يا رب. والله يجعل الدماء باقي على خير. الله الخوت بغيت نوصل لكم الرسالة. بغينا كاع الشفارة اللي تقولوا 30,000 4,000 4,000 انتم ما خصكمش تساعدوهم. بحال الراديون تيدير 2,250 تتعطيو السيكيريتي 50 درهم تتفرعو تانتوما الصندوق ديالكم الصندوق ديال الدولة اللي تتعاونوها تتفرعوه وتيدير لك تقول مول راديو نادرة ودخالتي يدوز لك وتقول لي الله يرحم والدي ومي تتفوت الطبيب تتقول كاينين على الشفارة إلا ما كانوا الشفارة ما تكونش تعطيك أنت الرشوة ما تساعدش خصك تكون تساعد الدولة ديالك ما تساعدش الشفارة وتنتمنى اليد في اليد ونزيدو القدام خصنا نحاربو هاد الناس خصنا نحاربو تنفسنا كاين اللي عاطي يهدر وما تيتبعش الله يحفظك من هاد المنبر وشكرا. ويا الخنجر وكيف داير صيح عليك والخنجر والخنجر اربي لما اجي اردب فدب اوليد هذا سي خنجر الدوب هذا السلام عليكم الله يبارك فيك هو هذا حديدات يا سيدي القاسم ولا بدا تسوي واش هاد المدينة والمدينة كي ولات السي حسن دريوشان والله الا لا ولات ايه النقع ابرا من المهبول باش يحفوا الرجال ويه قول الكريم ازرق وقول لي شنو هذيك هذيك هي وجود الخدمة ولينا نجيبوا خدامة من روسيا اقرب المهبول ولا ولينا نجيبوهم من روسيا ايه هدر نعم المبلغ شهرية غنعطيوك فيلا وسيارة وثلاثة مليون ونص هيا وراك بخير اشوي لا ما تنشدوش الرشوة اجي وتخدم قوتو لا استنيت الباشا
2006 انا باغي 3 مليار ديال البشر اغا دولي والله الا مصيبه بلا الو دواء وفي الغد في كاليهاري الخطر في كل مكان يبحث القتلة هنا باستمرار عن الضحايا والهجمات يمكن أن تأتي من جميع الجهات بعضهم تقدم العائلة لهم الحماية وقد يواجهون أعداء من بين صفوفهم في هذا العالم الشرس تعارك الحيوانات الآخرين وتعارك أبناء جنسها حتى تنجو بعد مرور صيف قاس أصبحت سماء بوتسوانا تعج بالنشاط والحيوية هنا كل مولود جديد يحتاج إلى التحرك وبسرعة تلد الثيران البرية في بداية موسم الأمطار لضمان وجود الكثير من الطعام لحديثي الولادة هذا العجل يبلغ من العمر بضع دقائق وغريزيا يستطيع الوقوف على قدميه هذا هو الوقت الأكثر خطورة في حياته موسم التكاثر لدى الفريسة هو موسم مفتوح للمفترسين المتعطشين للدماء ذكر النعام هذا مسؤول عن الفراخ حديثة الولادة وهي مسؤولية كبيرة عند عبور الأراضي العشبية المفتوحة إن كانت مفترسة أو فريسة فإن الانتقال لمكان ما بنسل جديد دائما يكون وقتا صعبا عائلة الثعلب ذو أذني الخفاش تركوا ملاذ عرينهم الآمن للبحث عن الطعام لكن بعد أن قامت الأم بمسح المنطقة بحثا عن الخطر أولا إحضار الأطفال إلى ساحة المعركة يعد شرا لا بد منه ونسبة للبعض فإن القاعدة الأولى هي عليك التحرك لتبقى حيا يبلغ عمر ظبيل إمبالا هذا بضعة أيام فقط لكنه قد لا يعيش لرؤية يوم آخر بينما يكافح للوقوف على قدميه تتم مراقبته يوفر القطيع له بعض الأمان لكن عليه اتباع خطوات أمه وإلا ستكون النتائج قاتلة بحقه بعد أن تعلم كيفية السير فقط عليه أن يركض لينجو بحياته كبره في الدوار وكنت تضربي اللوبيا ورجليك مفرطحين والتراب والحمري باي باي مشيتي الامارات كنتو فورشيت والكروفيت وتضربي في الكافيار واو واو عليك الميزيريه حي عليا واو 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 هذا ولا عطاني شي معلق مغربي رياضي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هناك اذا
عفوان هنا كاتحاد الزغلغل واتحاد سيدي قاسم فريق سيدي قاسم بأن كان أليبوك تلعب كرة حاليا ما بقاش اللي تعرف عليه كانوا الجمهور في موتو 20 في الدين عاو كنت يشجعوا بالكعيالة صغير و50 نقز الصور